سلام، معكم ياسيف مورا. من بعد الفيديو اللي لونسيت شرحت فيه على بداية مرحلة جديدة، غادي نبدا نشرح فيها الأصفار اللي درت. هذا الفيديو هذا غادي يكون أول فيديو غادي نشرح فيه واحد المنطقة اللي سبق لي وزرتها في الشمال، اللي سميتها كالابلانكا ولا كارابلانكا. كالابلانكا لا كارابلانكا، ومن أحسن بقى نقول كارابلانكا. ناس تاع المنطقة ناس تاع بنشيكر هما تيقولو لها كارابلانكا، هو الاسم اللي هو صحيح حيت هو اسم اسباني، اللغة الإسبانية، مركب من جوج تلا اسماء كارا وبلانكا. كارا الفيس الوجه، وبلانكا الوايت. وكما تيتقال اسم على مسمى، حيت البلاج نتو فيه واحد اللون صفر خفيف مع الشمس وكذا تيبان غير تاديك البايض، يعني كارا بلانكا. في هاد الفيديو هدا غادي نركز بالضبط وبالخصوص على كيفاش غادي توصل منطقة كارابلانكا، حيت انا اول مرة فاش زرتها ما كانش عارف عليها. ولو من غير كثر تتصور كنت نشوف عند الدراري تاع تريبلي تنهار. اول حاجة كارابلانكا منطقة جات في الشمال في اقليم الناظور، وبالضبط توريرت جامعة بن شيكر. اول حاجة باش تمشي كارابلانكا ديريكت من الناظور ما كانش ترونسبور ديريكت، يعني خاصك تشد طاكسي كبير، وطاكسي كبير كورسا 300 درهم. هي في الحقيقة إذا كان جروب مزيانة ستات الناس تفرج 300 درهم ديريكت الكارابلانكا مزيانة، سينو غادي تشد طاكسي كبير 10 درهم توصل تما حتى الفرخانة. الفرخانة هاتي كاينة تقريبا حدا ميليريا، فانت بغا واحد شوية حدا ميليريا. ومن الفرخانة مكانكش الطاكسي تا هو كورسا الكارابلانكا ب100 درهم، حتى هي فحالة إلا كنتي جروبة مزيانة كنتي بوحدك منصحكش تخطا، تتخطا من الفرخانة ب7 درهم تا لتاوريرت. وفاش بتمشي لتاوريرت تقول ليه ما تقولهاش كارابلانكا، يعني تيقولو الماس سخرات كاس العالم. في الطريق من الفرخانة حتى لتاوريرت فريمون واحد الطريق واعر، تدوز على واحد الغابة سميتها طريفة، معرفتهاش طريفة، تدوز على واحد الغابة واعرة بزاف، طبيعة زوينة ما بين الطريق ديزاين بين الغابة، فريمون زعما واحد المنظر زوين. وين فاش وصلت لتاوريرت نعت لي نيت الشافور قال لي عمل لنا الطريق، هاد الطريق واحد الطريقة اللي من كاينة كلها هي ماشي بيست ولكن مقادة بالسيم، تشتاط طوال وحدة ما عندك فين تلف. هي واحد البحر بلان عفاش هابط، يا هابطة وحدة ما كاينش سميتو، يا جبل هابط شريكت محتي. وانا هابط وانا تنفكر في الطريقة تاع الرجوع، حد نفس الطريق يعني مني جيت هي مش غادي نرجع، وتنفكر في الطلوع. تخيلوا انا غير هادي الهابطة جيت تقريبا الطريق من تاوريج حتى لكارابلانكا ولا حتى دوك الحجيرات، تقريبا الساعة تاع المكان ما بين ساعة الله وتا ساعة المكان. هادي رابط تخيلوا في الرجعة تكرفت بالبيان، الله يعاون ما تكرفتش بالبيان. في الهبوط غادي كاين واحد البلان غادي يوقع يكون حتى هو، غادي تلقاو جوج طرقات اللي من اليسر إلا تشتو البان مزيان، غالبا الطريق باينة غير هي اليمين. أنا اللي نفعني هو واحد بان لي واحد السراح من بعيد قصدتو مشيت سولتو، وخا تعبت معايا مسكين ما تعرفش العربية، تواصلت معاه تقريبا أغلب الوقت تواصلت معايا بالإشارات، حتى قال لي راه الطريق هي هادي. والله يرحم والديا عطاني شوية تعليمة حيت وحكحو ليا القراعي. المهم فاش تكمل الطريق تيبان ليك تبدا تيبان ليك دوك الصخيرات على اليسر، وقبالتك تاعك داك البحر، وكاين واحد لابوست تما من بعد هذا عرفت داك لابوست هو تاع المخزنية. صافي فاش وصلت رميت الصاك وانا هبط على الشر باش الصاك كان تقي عليا، رميتو هبط على الشرف، واخا البحر كان عايش شوية فريمون شوية غامرت هذيك اللحظة، كنت بنخلي رجليا تما حالات صافي بغيت غاجي. فريمون ما كانش عندي الزهر ولا حاجة حيت كان الجو مغيم بزاف والبحر هايش. شفت ديك الصخرة اللي كيسميوها كاس العالم تصورت بطبيعة الحال، بغيت نمشيو لها في الصيف. في الصيف غادي تمتع كثر بالعوم على البحر، غادي يكون زويون الماء نقي. في هاد الحالة هادي هي فاش غادي يكون غادي يمكن تمتعو كثر في هاد المنطقة هادي. أما في هاد الوقيتة فاش مشيت لها أنا ما كانش عندي الزهر نهائيا، حاجة وحدة اللي تصورت تما. وداك الوقت دوزتو مع الخزنية بعدا عندكم مكانش فين تباتو، إذا كنت غادي تعولو على طونتيو، غادي تمشيو في الصباح
دوز وقيتكم وترجعوا عاوتاني تباتوا في النظر. انا تما انا مشيت مع لا ما عليكم بلا طوط. انا كان عندي واحد الزر مزيان هما المخزين عطاوني تشابولا تشابولا شي بحال قلت شي كيطو مبني ب غنشوفوا لي التصويره مبني ب القصاب وتوشي يا مرتي بالبلاصه زوينه. جيم دوزت لوقيت انا زوين مع المخزن فريمون داري واعري بزاف خصوصا واحد السيت سميتو نصيري والشاب ديالهم صافي بنت تما بغيت ليه الصباح شتي الطريق رجع من تيك الطريق صوت المهم كانت لخيس صغيور باش توصل الكاراباكا من الناظور سبع عندك ترونسبور غاتمشي ديال كتير غادي تكرفس ديك الطوموبيله تاعتك تكرفس مزيان الى هبطو من تيك الطريق. يعني حل واحد هو تشوف فين تحطوها في تاوريرت شي واحد الثقة خلوها في فرخانة تشوفو الترونسبور ديالك فرخانة بعدا راه كاينين لي باركين باش تمشيو بطوموبيلاتكم غادي تكرفس مع الطلبة فيتاس هاد خوصها ديال الكوب واطا فيتاس كنتو اون جروب عباتكم مزيانة مت مزيانة غتشدو طاكسي كورسا تبيع الدرين من الناظور ولكن شرطو عليه غطوط ميحطكمش تاوريرت وتكملو على رجليكم الا شتيتها كورسا غيزو معاه من اللول باش يحطكم واش يحطكم الفيلاج تاع كاراباكا في الفيلاج سينو لو كنتي بوحدك بحال هكا ولا كنتو بجوج هذا هو اللي حل تشتو طاكسي الطاكسي كاين حتى محطة الطرق تقريبا تشتو طاكسي كبير من الناظور الفرخان بعشرة دراهم من الفرخانة تشتو الخطاف بسبعة دراهم تالتا وريت وقولو للشيفور يحطكم هاد الطريقة اللي غادي تبداو بها المشي نزولا إلى كاراباكا هذا هو البلان. يعني ما كاينش بلاد فين تلف لا طلعت لكم هاد كاراباكا فراسكم يمكنكم تبقاو في نفس الميثاق تكملوا الطريق من تاوريت للفوق حسيا بحال هادشي واحد هادشي بحال شي كتاع الداخله جاي في وسط البحر شي بجزيره ديك الميثاق تتوصل لفان تيبودا وعلى بلاصه سميتها شي تيبودا راه تيبودا بقى كلها تما كاين شي بلايات شي بلاصه تما زعما راهي واحد ما سميت بدا شي تشالنج هكا المهم شي بلاصه تما كاين بلاصات بزاف من تما تما تالت شي بودا كاين بلاصه تما زوينين وميثاق فيها تا يميت هادشي بحال تما لا طلع ولكن شي تنقولو في الصيف ماشي فهاد الوقيته تاع الشتوى كدا يكون الجو مكار فهاد تاع الصيف كنت كدوزو لا سيمانا في كدوزو في ديك الميثاق وترجعو ديك الساعة للناظور من الحساب هادوك نزورها في الصيف باش يتمتع كتر البحر خصوصا الناس العوامة حتى الجو تما والبحر تيكون رائع. شكرا بزاف نتمنى نكون وضحت ما امكن هاد الميثاق هادي كيفاش توصل ليها وباش تمتاز. كنتمنى نكون سامر وعافاكم الى كان كانت شي ملاحظات بحال هكا كيفاش تحسن من طريقه الالقاء ما نكون شاكر لكم بزاف بزاف. يلا تهلاو في راسكم بزاف بزاف صحه سلامات السر كيف